Hello, my dear students. Today I'm going to teach you how to make questions. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن ازاي نعمل جملة. النهاردة لازم نتعلم ازاي نعمل سؤال. اول حاجة لازم نبقى عارفين ازاي السؤال بيتكون. How to form a question. عندنا حاجة اسمها question word اللي هي كلمة الاستفهام او اداة الاستفهام. بعد question word بنحط حاجة اسمها auxiliary verb. يعني ايه؟ يعني فعل مساعد، تمام؟ or helping verb. الأفعال المساعدة دي لازم الطالب يكون عارفها، اللي هي verb to be, verb to do, verb to have, and the modal verbs اللي هي المودال فيربس اللي هي الأفعال الناقصة اللي هي can, could, shall, should, will, would, may, might, must. يبقى تاني حاجة تتحط بعد أداة الاستفهام واحدة من الأفعال اللي أنا قلتها. تاني question word أداة استفهام، auxiliary verb فعل مساعد، وبعدين subject اللي هو الفاعل، وبعدين بنحط المين فيرب على حسب التنس اللي موجود عندي، الزمن اللي موجود عندي. احيانا بيكون الاوكسيلري فيرب والمين فيرب هو حاجه واحده، وهيكون فيرب تو بي. معلومه مهمه جدا، يبقى لما يكون الجمله ما فيهاش غير فعل واحد اكيد هيكون هو فيرب تو بي. عندي هنا بيقول لي your live where does best friend. اول خطوه بنبقى عارفين نترجم الجمله، أين يعيش أفضل صديق لديك؟ بعد ما فهمت الجملة أبتدي أمشي بالفورم اللي أنا اتعلمته. question word where، بعد كده عندي auxiliary verb فعل مساعد، إحنا اتفقنا إن هما verb to be، am, is, or, was, were، وده مش موجود. verb to do، do, does, did، هو ده اللي موجود معايا، يبقى where does. معلومة مهمة جدا، طول ما في do or does or did في الquestion في السؤال كفعل مساعد لازم يكون الفعل الأساسي infinitive. يعني infinitive or bare infinitive، يعني فعل بدون إضافات. يبقى where does. نيجي بقى عند صديقك المفضل. اتفقنا ان صديقك يبقى دي ملكية، بستخدم your، وقلنا في الفيديو اللي فات ان your my his her their لازم يجي وراها noun، يبقى your friend. طيب عندي هنا best، best صفة. طب الصفة دي بتيجي فين؟ قبل الموصوف، يبقى المفروض best friend. واتفقنا المرة اللي فاتت ان قبل الصفة والموصوف بحط الأداة a an the، او احط صفة الملكية اللي هي my your his their وهكذا. يبقى الإجابة بقت where does your best friend live. question number 2 هنعلمه ان عندنا كمان بعض ادوات الاستفهام بيتبعها اسم، ومش بس كده، ده في ادوات استفهام بتتكون من كلمتين، يعني مش زي where، مش زي how، مش زي what، لا ممكن تبقى متكونه من كلمتين. فاحنا عندنا how many اللي هي كام العدد، بيجي وراها plural noun، يبقى لازم نعلمه ان how many لازم يجي وراها اسم جمع، يبقى how many balloons، تمام. بس للاسف في الجمله دي كمان في كلمه blue، blue دي صفه. يا ترى البلو دي هتوصف البنات ولا ممكن توصف البالونات؟ اكيد هتوصف البالونات. وتعلمنا في الفيديو اللي فات ان الصفه قبل الموصوف، يبقى كمان بقت how many blue balloons، how many blue balloons. حد يقول لي طب ينفع اقول how many the blue balloons؟ لا، نتعلم ان في الانجليش انا عندي هنا طالما حطيت اداة الاستفهام هي بتغنيني عن الاداة، يعني ما ينفعش اقول how many the blue balloons، ما ينفعش. زي ما بقى ما ينفعش اقول مثلا who's the book، بقول who's book، يبقى اداة الاستفهام بتستغنى عن الاداة مع الكلمة، يبقى how many blue balloons، تمام. بعد كده عندي الاوكسيلري فيرب. طب انت قلت ان في فيرب تو دو وعندي فيرب تو هاف، يا ترى هنا لو انا عندي دو او هاف استخدم مين فيهم اوكسيلري فيرب، مين فيهم فعل مساعد؟ هنا برضو لازم اعلم الطالب نقطة مهمة جدا، دو داز ديد لو كانت فعل مساعد لازم يجي وراها انفينيتيف. اتحقق الكلام ده يبقى هو دوت الفعل المساعد، فانا عندي دو وداز وديد، طب مع الانفينيتيف اللي هو هاف يبقى هي دي الفعل المساعد. طيب بالنسبة لهاف وهاز امتى احطها بعد أداة الاستفهام كأوكسيلري فيرب؟ احط هاف وهاز بعد أداة الاستفهام لو كان في حاجة اسمها past participle، تصريف ثالث. طبعا لو حطيت هاف او هاز هنا بعد أداة الاستفهام مش هلاقي تصريف ثالث لان دو هنا مصدر، يبقى ما ينفعش الاختيار ده. يبقى هنا ساعتها هنقول هاو ميني بلو بالونز دو، ومين الفاعل؟ البنات، the girls، وبعد كده عندي الانفينيتيف يبقى have. how many blue balloons do the girls have. question number 3 بقى عندي هنا الأداة الاستفهام، عندي when، عندي have's party birthday، وعندي will. هنا نركز كويس جدا في حاجة اسمها possessive s، اس الملكية. لازم اعلم الطالب ان في حاجة اسمها اس الملكية بتيجي ما بين two nouns، يبقى
possessive is comes between two nouns. فلما اجي اقول مثلا عيد ميلاد هبة بجيبها ازاي؟ من الاخر للاول، فاقول هبة's birthday. عايز اقول والد هبة يبقى هبة's father. عايز اقول مثلا عربية احمد يبقى احمد's car، نجيبها من الاخر للاول. فهنا انا بعد ما فهمت الجملة هحاول اترجم وابتدي اعمل ايه، وابتدي اكون السؤال. when اداة الاستفهام when، بعد كده ال auxiliary verb هلاقي عندي be وعندي will. لا هنا ما ينفعش احط be بعد when، احنا قلنا بعد اداة الاستفهام verb to be صحيح، بس ساعتها لازم يكون am او is او are او was او were. ما ينفعش be يتحط بعد اداة الاستفهام، تمام؟ بنحط verb to be بس ما بنحطش المصدر بتاع verb to be. اما بقى في الجرامر احنا واخدين ان ويل بيجي وراها المصدر، يبقى فعلا ويل هي الفعل المساعد وبي هي الفعل الاساسي. يبقى when will هبة's birthday party be. هبة's birthday party مش بس عيد ميلاد هبة، ولكن حفلة عيد ميلاد هبة، يبقى هبة's birthday party. when will هبة's birthday party be. thanks for watching and see you next time.